محمد كمال يوسف مرشح مجلس النواب عن دائرة الزيتون الأمرية. هو العملية الانتخابية كانت تسير بشكل منتظم، الإقبال في الأول يوم ما كانش كبير، بدأ الإقبال يزيد شوية بشوية على الساعة 2، حصل إن في ساعة خدوها كل اللجان كراحة للغدا للسادة القضاء والموظفين. بعد كده طبعا الناس ما كانش على وعي بالكلام دوت، او ما كانش حد اخبرهم، فبالتالي اصبح في طوابير بره انتظرت الساعه ديت على ما يخلصوا الفتره اللي هي الغدا اللي هي الساعه اللي هم خدوها، فبالتالي كان في اقبال شديد بعد الساعه دي. فوجدنا عدد كبير من الساده الناخبين واقفين بانتظام برضو الطوابير، طبعا بفضل او برعايه الجيش المصري خارج اسوار المدرسه، وبعد كده استكملوا طبعا، وكان العدد بيتزايد كل ما الفتره بتقرب. برنامج انتخابي بدا بالتعليم، ثم الصحه، ثم الشباب والبطاله، ثم المواطنه، ثم التشريعات.